بوجه هاي الرسالة للشعب المصري كإنسانة عندها ضمير. لست مواطنة مصرية ولا حتى عربية، بس بتكلم من ضميري. كمان ساكت عن الحق شيطان أخرس، اللي دفعني أعمل الفيديو. اليوم شفت فيديو لامرأة مصرية اختطفت من أمام بيتها، وبعض الزعران اغتصبوها وعذبوها، وانتوا القصة بتعرفوها. يعني ما بدي أطول أشرح اللي صار. فأنا يعني بناشد الشعب المصري إنه يمحوا كل الفيديو اللي هدول السرسرية المجرمين اللي وزعوه على السوشيال ميديا، لأنه حرام. هي يعني امرأة محترمة، ويعني اغتصبوها مو بإيدها، فحرام إنه كل الناس يتداولوا الفيديو اللي صار فيها، احتراما إلها واحتراما لأولادها، احتراما لجوزها، ولأنه هذا الإشي صار غصبة عنها. ولا تلوم بما حصل، ومش ذنبها إنه هدول السفلة، هدول الحقرة اللي ما عندهم ضمير، اللي ما عندهم أخلاق. الله ينتقم منهم يا رب، إنه هيك يصير فيها وحياتها تخرب هيك، وتتعرض لهالأذى، ولادها كمان يعني مأزيين كتير. وسمعت إنه جوزها بده يطلقها. طب هي شو ذنبها؟ هاي رسالة لجوزها كمان، هي شو ذنبها صار فيها لهالشي؟ ولادها كمان، انتو كمان كأولاد إلها مفروض توقفوا جنب الوالدة، تساعدوها، بدل ما انتو تكونوا تحسوا بالعار. طب هي شو العار؟ يعني هي شو دخلها؟ هي ما عملت شي، هم خطفوها وصار اللي صار. فمفروض انتو تكونوا توقفوا جنب الوالدة. وجوزها سمعت انه مؤذن، معناته انت بتعرف بالدين، فاقه بالدين، مفروض انت لا تجير عليها وتظلم عليها فوق ما هم ظلموا فيها. اللوم بيقع على الزوج، مفروض توقف جنب زوجتك، والولاد لازم وقفوا بجانب والدتهم، لانه هي ما صار فيها، لانه هي امرأة غير صالحة، او كان سبب من يعني هي الذنب منها، يعني عصابة وعملت فيها، ما دخلها. مفروض توقفوا جنب الماما، مفروض انت توقف جنب زوجتك. اذا انت ما ساعدتها، مين راح يساعدها؟ مش حرام؟ كيف بدك تواجه الله انت؟ يعني انت مؤذن، انا بدي اعرف الدين احسن منك؟ بعدين بناشد الشعب المصري يكون رأي عام، ما تخلوا هاي المرة هيك، لازم تساعدوها. You guys should help her. ما يعني لا، احنا زي ما بيحكوا الدنيا دوارة، ما بنعرف شو بصير فينا. فأنا ما قدرت، أنا عايشة بأمريكا، ما بقدر أساعد. متت وأنا بشوف الفيديو، حبيت أعمل إشي على الأقل بالفيديو. أنا هاي النقاط اللي لاحظتها، الأولاد لازم يساعدوها، جوزها لازم يساعدوها، لازم تكون رأي عام بمصر، لأنه هاي مش أول وحدة ولا آخر وحدة، وكلنا رح نتحاسب قدام الله. فكل واحد بيقدر يعمل شيء إنه يساعد هالمرة، يساعدها عشان الله إن شاء الله يعني ما يسد لنا إياها. زي ما بيحكوا الدنيا دوارة، فأنا ضميري ما تركتني إني ما أعمل إشي. حبيت أعمل إشي أساعد هالمرة، هاي الطريقة الوحيدة اللي أنا قدرت أساعدها. فلازم لازم لازم الشعب المصري يساعدها وينتقموا من هدول اللي عملوا فيها، ولازم يكون رأي العام. والشرطة كمان لازم تساعدها، هاي عيب، هاي 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 بنتكو، هاي يعني واحدة من نسوان مصر.